الارشيف ديال المواطنين كلهم تعودوا بواحد الشكل اللي كان مواطن عنده ملف ديالو، لان شحال هذه كانت مصلحه عندها ارشيف ديالها وهذه المصلحه فتعود داك الشيء وتدار في طريقه الحفظ الجديده وهذا البدايه تفتح لكم في هذه المنطقه هذه والملفات الموجودين والمحفوظين بالطريقه ويمكن نديروا جوله ونقللوا الوقت ونشوفوا الامور كيفاش دارت، يعني انه هذا جانب اساسي ومهم بالنسبه لمصلحه الحياه المدنيه الدوليه اللي فيها. سمير بامش تقييم اللقاء التواصلي وقع النهار ديال القنصليه المغربيه لفرانكفورت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء يعتبر لقاء اثنين الخويدة انتك، والحمد لله الحضور وخوة واجبوا حتى لتما ودوسين بطس الجمعيات ومتوسكن الدعوة. رغم ذلك الإخوة الحاضرين نيابة خل غائبين أدن الواجب سنس طرحن المشاكل على العموم فيما التي تخص بالجالية، وسعادة الخنسول جزا الله خيرا أدى الواجب النس في الرد على الأسئلة، يكشسن الحلول، يكشسن بعض النقاط، بعض النقاط على الحروف ما يدي غبذان. خسر خويا الله المبادرة والثنائين التسزي الفاعلين الجمعويين أدسبينا من خسنا بطبيعة الحال بالنقطة الأولى. وهذه نشا اساسا حاضر على باسم سي دي او والجمعيه نودي سوسنهايم تصريغ بعد الاخوه السيور باللي المانيا غاسج نظره خاطئه خي مغربيين الى اخره، وخصو تدخل بصفه سياسي لان السنه ما يديني ديال الاعماق، ولكن ذاك الشيء الله يجن النقطه تقبل بكل صدر رحب منيني ويجيشا باللي السياسيين سنين فارقن بين ويتقن بين المشاغب وبين ونيديوسين هذه خدم نيشان البلد الناس وغنغميزي غنقداني تاتي بالنسبه بالخصوص المغاربه. المغاربه غاسن نجن نشو ليمان غاسن نقول تاغوف تقول ليمان سنين النيشان، وان شاء الله نتمنى مستقبل ظاهر الجاليه المغربيه بصفه عامه. وجزاكم الله خير لا ريفديه لا الاخسي ريف سيتي، بارك الله فيكم، ونتمنى ان شاء الله يكون لقاء مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله. معنا سي سعيد من عن جمعيه امانه، كانت مداخلات كثيره ومهمه جدا، كيف تقيمون من جهتكم هذا اللقاء التواصلي هنا بالقنصليه المغربيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء لابد أن ننوه بهذا المعلمة المتمثلة في هذه القنصلية المغربية بفرانكفورت، إن قلت معلمة فهي فعلا معلمة. المهم هذا اللقاء اليوم كان لقاء تواصلي بامتياز، في الحقيقة طرحت نقاط وإشكاليات يعني كتوقع دائما، وطرحت واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، هي كتعلق بالرجوع ديال المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي، وكاع داكشي اللي كترتب على هذا الرجوع هذا من سلبيات أو لا إيجابيات. وكانت كذلك مداخلات حول توحيد جهود المجتمع المدني هنا بفرانكفورت في إطار تنسيقية، إطار يجمع هاد المكونات ديال المجتمع المدني في إطار واحد لتسهيل التواصل مع الإدارات في ألمانيا أو الإدارات المغربية. إذن كانت خلاصة أن الخلاصة وهو أن هاد اللقاءات هذه غادي تتكرر إن شاء الله، هاد الشيء باش وعدونا وباش نقدروا نخرجوا بشي حاجه بهاد الملاحظات اللي تقالت اليوم. وكنشكر دائما هاد المواقع الزوج ريف ديا وريف سيتي اللي تواكبوا كل صغيره وكبيره. السيد شفيق دراز رئيس مجلس السلام بمدينه دامشتات، كيف تقيمون هذا اللقاء التواصلي في القنصليه المغربيه بفرانكفورت؟ وما هي النقاط التي وجدتموها مهمة بالنسبة لكم كرئيس جمعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تقدم بجزيل الشكر لريف ديا والموقع ريف سيتي على الاستضافة والتغطية ديال الحدث. في إطار المجهودات التي تقوم بها القنصلية المغربية بمدينة فرانكفورت والتواصل مع الجمعيات والمساجد بالنواحي، هذا هو اللقاء الثاني الذي استدعانا فيه السيد القنصل لتقريب الصورة وتلميعها لدى المواطنين المغاربة، بحكم أنه القنصلية الجديدة بهذه المدينة بمعايير دولية وتقريب الإدارة من المواطنين. وهذا إنما إن كان يدل على شيء إنما يدل على اهتمام صاحب الجلالة نصره الله بالجالية المقيمة بالخارج من جهة، ومن جهة أخرى أنه تقريب الخدمات للمواطنين بتطريقة يعني مثلى وتتناسب مع الخدمات التي تقدمها الإدارات الألمانية بهذه البلاد. باختصار أريد أن أوصل من طريق هذا المنبر أنه هناك تغيير كبير في تطريقة المعاملة التي يحظى بها المواطنون عن طريق الاستدعاءات اللقاءات. كما هو معلوم كما ذكر اليوم أنه في شهر أبريل إن شاء الله الرحمن الرحيم وشهر الماس هناك لقاءات متواصلة وتتعلق بالمستثمرين الذين سيأتون إن شاء الله من مجلس الشرق بحضور شخصيات كبيرة، ويعني ستكون فرصة لا للمغاربة ولا للأجانب للاستثمار ببلدنا الحبيب إن شاء الله الرحمن الرحيم.